تستاهل كما كنقولوا النوفود. اسمع ليش النمل ريح نقحبر باش عرفنا الزمن بوقارين يعني. اسمع قالوا شي من برنامج كتستغل النوفود ديالك اللي عطاك الله زعما واحد شويه الشوره اللي كسبتيها من خلال الراب ولا عندك وسيله ولا ماشي من الراب ماشي من الراب مش بداش هو من الراب. اسمع لا لا مش بداش من الراب هذيك بدا من الشوه كاين الشوره وكاين الشوه ابشع اسمع حش حد صار يكون صور عليك ودك تمشي هذيك شو نزع على الفضائح مو ما علينا. اسمع فرشو كيستغل شو كيما قلتي كيضحك على دريات لي صغار وتقدر تكون خت اي واحد في الشعب المغربي. هنا اول حاجه رابور كيستغل هذاك شويه ديال الشهره كما كنقولوا وكينصب على الدريات الصغار. هذه اول حاجه الدومين كيوسخ الدومين هذه اول حاجه. يعني انت اول حاجه ما عندكش صاحب شي عندك شخصيه وما عندكش شخصيه يعني الا خطات كديك شويه الشهره اللي عندك ما كتستغل ولا بشي جي عند وحده اش عيقبك اش قابلك في لايف باش عرفك مسطيب. انت كتبين واحد الرجوله زعما راه على الدريات فهمني اللي بدا قين صغارات مسكينه كتبغي داك بطل الاحلام كما كنقولوا اش فهمتي اش بغيت نوصل لك كتبان لك هو داك البطل ديالها كتبدا تعلق عليك شومو يا بارئه مسكينه الجو القهوه كتشدها انت كتستغل اول لقحه وكديها مسكينه الى اخره. عندك سوميه ديك سوميه عرفتي هذيك الساعه بشي سوميه والى اخره بزاف بلا ما نقول حق داتو ضربه مع خمس سنين كيش بغا يدخل مع واحد عنده جولف كار كلشي كيعرفو برشيد. دابا اسمع هو عرى عليا زبو انا غنحاردو بلساني. اسمع بوار عادي شعير خشو اللي عنده ميني كوبر دابا اسمع طايحه موستاسيون افريقيا اللي دخلت برشيد. لا ما تخرجش بعد هذوك الدواسه بلاتي خلي داك الشيء غنحتاجو هذاك الشيء. دابا خلينا في هذا الشيء اللي غنقول. سمعني عشير كيستغل هذاك الشيء كيشد ليا صغيره ولا تقدر تكون خت اي واحد وقدر يكون هو خو متبعينه فهمتي واحد كيقول لي وي الترون سيس وعاجبه هو راه كينصب ليه على خشو عنده 15 عام هادو الزوامه ماشي كينصب عليها على ود الفلوس اللي كتسمعوا كلمه النصب راه كينصب عليها في عقلها باش كيدي لها شرافه اغلى ما عندها يا ود القحبه. هادي راه هادي ماشي خصايله الرجال كيما جبتي زفك ماشي خصايله الرجال. هو اصلا واش كيدير هو راه اصلا كيدق تستوستيرون باش تعرف كيدق الهرمون. انا كنهضر على خصايله الرجال واش دابا انت لاقيت غدق هرمون. اسمع هذاك باش يدق شي صغرى تدق هرمون على الديفيدي تدق هرمون فلوت طواليت فلوت اسمع اسمع دقا لي سليم دابا اسمع للميمه ديالك واسمع غندق لي شعر اسمعني دابا تقي معايا ماشي خصايل الرجال بنادم. انا ما عمري هي وقال عندها 18 عام ما تصاحبش معها صحيح 20 عام ما تصاحبش معها. لا ما فيناش 20 يعني واصل سن الرشد وما نطيحش معها. عندي 33 عام في عمري كنبغي شي وحده تكون مارس لها دماغها بحالي حيت مرهوشه ما غنقدش عليها مش ما غنقدش عليها حيت هي غتكون فيها الترطيه وانا غنقتلها. لو ما كانش شي وحده مارس لها كرر بحالي بدا فهمتي انت ما عندكش الشخصيه ديال بحالك عارف راسك ما كاينش شكون اللي غتقبل عليك وانت خايف ومسطي وجمعتي كاع البلاوه وزحبه انت كتنصب على هذوك مسكينه ملي كتبان لها انت كتهلل كتقول هذا ولد القحبه كيخرج كيحبس كيحبس درب هو كعكع قلت لك واحد انا ولد برشيد شال حدا داركم وقالت لك امك انت قالت لي راه ما كاينش وانت الله يخليك وانت الله يخليك.
يعني هذا بوحدو فرد كاريبان كنت تكذب عليك وما كنتيش داير لايف علما تكشي لايف وخارج الزنقة فهمتو ديك اللقطة هذه بطاقة الرجولة يعني انا زمت تكبو لدربكم اللي هو صاحبي وخويا ويقتلك على قبلي وتعالى قتلوك هو القابلة هذه الأولى ثاني حاجة خليونا في هذا الموضوع ديال كتبقى تعنب وانا لحت ابيلات ديال كتعنب وباصل زيكا عمرا بيك انت هو يعني انا كنقولها قدام الرجال جبد لي انا لاقي سباكات كان جبد لي فيديو واحد كنتعنب فيه على درية وطلب كان هو ندير افكار سير سول مزيان كاين الشاف الخارف فينا ما يديرهاش الخايب فينا ما يديرهاش اللعيب.